طيب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. طلبتوا مني كتير حاجة لحب الشباب والبنوتات الصغننين، حبايب قلبي اللي عندهم حب الشباب سن المراهقة والكلام ده كله. انا عاملة لك النهاردة حبيبتي، عاملة لك ان شاء الله غسول، وعاملة لك مقشر للحبوب والاثار الحبوب والتصبغات والبقع، وعاملة لك كمان سيرم جميل تحطيه ان شاء الله يا رب يعجبكم باذن الله. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا الطريقه، وان شاء الله باذن الله بتحدى بيه ان شاء الله هيجيب معاكي نتيجه ويخلي لك الحبوب ما فيش خالص اي اثر ليها. ولو حد عنده اثار حبوب ان شاء الله هيضيعها، ولو عندك تصبغات جلديه ولا بقع بنيه ولا اي لون ان شاء الله هتضيعها. بموت فيكم، وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا الطريقه. راح قلبي وحياتي، هنعمل مع بعض دلوقتي التونر يا قلبي. سهل جدا وبسيط. هنجيب كوباية مية مغلية ونزود عليها من معلقة أو نص معلقة خل التفاح. لو بشرتك حساسة قوي ممكن ناخد نص معلقة خل التفاح، ولو بشرتك يا حبيبتي عادية هناخد معلقة صغيرة خل التفاح. هنقلبها حلو كده يا بنات، وأول ما تبرد نجيب اللي هو المناديل بتاعة الريموفر أو إزالة الميك اب او قطن او اي منديل كلينكس عادي، ونمسح بيه بشرتك الجميله علشان نهيئها يا قلبي للسيرم او للمقشر العلاجي اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. بس امشي بالطريقه بالظبط مظبوط. لو بشرتك حساسه يا حبيبتي حطي نص معلقه خل التفاح، ولو بشرتنا طبيعيه او عاديه او حتى مختلطه حطي معلقه صغيره خل التفاح. طبعا هيعقم لك بشرتك جدا ويهيئها لك للسيرم اللي هنعمله بعد كده او للمقشر العلاجي باذن الله. خليكي معايا لاخر الفيديو يا قلبي. روح قلبي انا وحياتي، طبعا هنبدا الاول بالغسول يا بنات. ادي الغسول اهو، عملته معاكم وشفتوه. هناخد اي منديل ريموفر او اي نابكن او اي قطنه هنغمزها كده فيه. طبعا ده قبل ما نحط اي حاجة. هنمسح على وشنا كده 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 على كل وشك او على مكان الحبوب. بس يعني لو انت عايزة تحطي على مكان الحبوب ماشي، عايزة تحطي على وشك كله ماشي. طبعا الغسول ده هيطهر لك مكان الحبوب جدا قبل اي سيرم ولا قبل اي مقشر. طبعا الغسول ده جميل، هينضف لك بشرتك جدا وان شاء الله هيعجبك قوي. راح قلبي وحياتي، وده ميعادنا مع سيرم بتاع الحبوب واثرها والبقع بالوانها والتصبغات الجلديه. مكونات سهله جدا برضو. معايا معلقه جيل الالوفيرا، معلقه صغيره جيل الالوفيرا، وعندي كمان يا روحي هنحتاج معاها كمان نص معلقه خل التفاح. عشان طبعا السيرم هنحتاج نص معلقة من خل التفاح، طبعا نص معلقة صغيرة من خل التفاح. لو بشرتك عادية مش حساسة ممكن تحطي معلقة. يبقى معانا معلقة ألوفيرا، نص معلقة خل التفاح، معايا كمان معلقة صغيرة من زيت الكركم. ممكن تجيبيه من عند أي عطار، ممكن تجيبيه من الصيدلية، هتلاقيه في كل حته. ممكن تجيبيه من السوبر ماركت، في اي مكان يا حبيبتي هتلاقيه موجود. عندي كمان نص معلقه كركم باودر. طبعا ده السيرم ده للحبوب واثرها، حتى لو الحبوب مش موجوده وليها اثار طبعا هينفع جدا معاكي. عندي كمان 4 معالق ميه ورد. طبعا يا بنات زيت الكركم معالج لحب الشباب وازاله البقع وعيوب البشره، وبيقلل طبعا من الخطوط الدقيقه والتجاعيد، وبيلمع بيدي البشره لمعان طبيعي ولمعان صحي. وعندي الالوفيرا مرطب قوي للبشره الجافه وما بيتركش اي اثر دهني، وبيعطي البشره لمعان ونضاره طبيعيه. شايفه السيرم عامل ازاي؟ السيرم ده ان شاء الله فيه كل الفوائد لبشرتك عشان الحبوب اللي مضايقاكي. خل التفاح طبعا يا بنات بيأخر ظهور التجاعيد وبيقشر البشره، ومعالج طبعا لحب الشباب جدا والوقايه منه حتى لو مش موجود، ومعالج البصور واثرها.
حطنا زي ما انت شايفه كده يا روح قلبي في قطاره. ما عندكيش قطاره حطيه في اي ازازه عاديه ومسحي على بشرتك بايدك كده بيه، هتلاقي ان شاء الله الحبوب راحت خالص ومش هيبقى ليها اي اثر وهترتاحي من كل ده. خليكي معايا بس. ادي السيرم يا حبيبي، نحط ممكن على البشرة كلها او على مكان الحبوب بس. السيرم ده هايل 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 للحبوب والبقع والتصبغات الجلدية. طبعا احنا حطينا الغسول الاول، هنحط بقى السيرم ده بعديه بعد ما الغسول ينشف على بشرتنا. هنحط السيرم ده بعديه، وتحدي ان شاء الله هتشوفوا نتيجة هايلة. حبايبي وقطتي الصغننين اللي كانوا طالبين مني السيرم ده فظيع، ان شاء الله باذن الله هيعجبكم جدا وهتجربوا اللي انا بقول لكم عليه ده، وان شاء الله هيعجبكم جدا باذن الله. خليكم معايا لاخر الفيديو. راحة قلبي وحياتي، معانا دلوقتي مع المقشر الجلد العلاجي. المقشر اللي هنعمله ده عشان خاطر يعالج الحبوب واثرها. معايا معلقه صغيره قهوه ساده، قهوه غير محوجه يا بنات، يعني ما فيهاش اي تحويجه خالص، قهوه ساده علشان ما تحسسلكيش البشره. معايا كمان معلقه صغيره من طحين الذره او دقيق الذره، معلقه صغيره برده منه. هنقلب طبعا المكونين مع بعض كويس، او الباودر دول مع بعض كويس قوي، نقلبهم مع بعض. هناخد نص ثمر الطماطم، طماطمايه نقسمها نصين زي ما انت شايفه. ناخد نص طماطمايه كده نغمسه في المكونات وعلى بشرتك بحركات دائريه زي ما انت شايفه انا بعمل كده بالظبط. تفركي وشك بيه كله بحركات دائريه ومكان الحبوب، ممكن بقيت وشك عادي ما فيش اي مشكله حتى لو الحبوب في مكانه. حبايب قلبي وروح قلبي، طبعا قال المقشر الطبيعي اللي هنعمله بالقوطه، هنغمس طبعا القوطه في المقشر كده زي ما وريتكم، وننفضها كده شويه ونبدا. مش قادره اوصف لك بقى تصبغات، بقع، كلف. طبعا نعملها لحب الشباب اصلا، حب الشباب هتلاقي بشرتك بقت غير، يعني هتلاقي كل مره وكل يوم حب الشباب بيروح. لو عندك اثاره هتروح، بقع، تصبغات جلديه، بواخة، الحاجات الرزلة دي كلها حركات دائرية يا بنات. هتشوفي النتيجة طبعا، عاملة زي اللي جاية من الحرب. هتشوفي النتيجة، تجنن طبعا، تجنن تجنن تجنن، هتعجبك جدا جدا ان شاء الله باذن الله. هتعجبكم الوصفة النهاردة باذن الله. حبايب قلبي وقطتي الصغننين اللي بموت فيهم، هتعمليها يا حبيبتي. اثر حب الشباب عندك او عندك حب الشباب اصلا، هتلاقي ان شاء الله كل ده راح. حد اي حد يقول لي مش هتعمل نتيجه، ان شاء الله هتعمل نتيجه يا بنات، بس انتوا اعملوا اللي بقول لكم عليه واعملوا الوصفه بالظبط، وان شاء الله تجيب معاكي نتيجه باذن الله يا حبيبتي.